بغيتو تعرفوا شنو قال زهركم اليوم؟ ايوا اجيو معايا. غادي نبداو من عندك يا برج الجوزاء المهنية، كتكثر الافكار البناءة والجديدة، وغادي تعلن على مسؤولية عندك بثقة كبيرة. غادي تنال مواقف وثقة كاملة والدعم اللازم. عاطفيا كتطلع لتعديل امور كثيرة في حياتك العاطفية، وكتوقع من الحبيب مشاركة تقدر تدهلك بزاف. صحيا الا شعرتي بعدم الانتظام في دقات قلبك فتمت خلل ما يتطلب معالجة سريعة. غادي ننتقلوا عند برج الثور المهني، عندك احتفال واتصال مهم وغادي توصل للحل بالنسبة لمشكلة او مركز أو ما شابه. عاطفيا كتلقى مجموعة من الأخبار الطيبة غادي تساعدك على تثبيت علاقتك بالشريك بما يتوافق ورغبتكما. صحيا كن حذرا ومتحفظ وابتعد عن الحوادث والتهور اللي غادي تير أعصابك وانفعالك. الان غادي ننتقلوا عند برج الحمل المهني، كتفتح اليوم صفحه جديده من العلاقات، وغادي يبشرك بتفاعلات مميزه غادي تجعلك كتلتقي اصدقاء جدد وقدام. عاطفيا الا كنتي عازب هذه فرصتك الوداع العزوبيه والارتباط رسميا والاستقرار. اما صحيا الشعور المتقطع بالدوار غادي يكون سبب قله النوم وضعف في النظر. برج الاسد اليوم مهنيا ما تورطش في اي قضيه معقده، ورجع اوراقك ومستنداتك، انتظر بعض ردود الفعل المتعلقه بقضيه ماليه. عاطفيا كيظهر لك هذا اليوم ان الشريك اكثر وفاء مما كنت تتصور، غادي ترتفع المنسوب الايجابي في حلقتكم. اما صحيا تقدر تضطر لشراء سلامتك بنفقات كبيره، لكنك ما تقدرش تشري سلامه صحتك. برج السرطان اليوم مهنيا كيفتح لك الحظ غير باب واسع، وغادي يقدم لك غير فرصه مناسبه لتحسين وضعك المهني والترقي بغيه تولي المنصب اللي كيليق بك. اما عاطفيا الجو ملائم للحوار الغني بالعواطف الجياشه والتفاهم باستطاعتك مناقشه وضع مهم اليوم. صحيا اخطار كثيره كتهدد وضعك الصحي، معظمها نابع من توترات نفسيه وعصبيه. اما انت يا برج الميزان فمهنيا اليوم جيد، غادي يحملك افاق هائله ووعود وتطورات ممتازه. غادي تتحدث عن سفر او تحضير الجديد ناقشتيه ماليا مع ارباب العمل ونلتي موافقتهم. عاطفيا كتضطر الاعتذار عن تلبيه الدعوه للشريك، وتقدر تفكر في التغيير وعدم الذهاب بالاوهام البعيده. صحيا الامراض النفسيه تقدر تبقيك في حال من الضياع وعدم التركيز، فالجا الى اصحاب الاختصاص لمعالجتها. برج الحضراء مهنيا مفاجات اليوم غادي تكون نجم، وغادي تنجز عمل او غادي توصل الحل او غادي ترى امر لمصلحتك، وغادي يصدر حكم ما غادي يريحك بزاف. عاطفيا كيسود الارتباك والفوضى اجواء اليوم، كن حذر حتى ما ترتكبش الحماقات وتاخذ قرارات انفعاليه. صحيا تداكي ومحاوله مخالفه ارشادات الطبيب ما غاديش تفضي بك الا الى كان المزيد من الوضع الصحي المتازم. برج الجدي مهنيا تقدر تلقى فرصه لترتيب شان مالي ومصرفي او للتخفيف عن عبء دين او قسط ضاغط ملح. عاطفيا ابتعد على المواضيع الحساسه اللي غادي تزعج الحبيب ديالك، وفتح معاه نقاش بناء واضح الخطوط. صحيا كتستعين بخبرات احد الاصدقاء باش يعلمك كيفاش تقوم بالتمارين الخاصه لالم العنق. برج القوس اليوم محبه الزملاء في العمل رصيد اضافي، وغادي تاسس العلاقه متينه غادي يسودها الود والاحترام المتبادل. اما عاطفيا نوفر لك هذا اليوم اوقات عاطفيه مميزه ساحره، وغادي تكثر المشاريع وغتعيش اوقات طيبه. اما صحيا ما تحاولش استنفاد الطاقه، بل عليك الاستراحه والنوم بشكل كامل. برج العقرب مهنيا يوم تمهيدي بين الماضي والمستقبل، ويمكن نسميه جسر العبور الى مرحله اخرى غادي تغير مجرى حياتك. عاطفيا كتغير الاجواء وكتندافع نحو البدء بعلاقه جيده، وغادي تعوضك عن تسويف سابق شرط الا تجدر الماضي. صحيا كن اقوى من المصاعب اللي كتواجهك في التخلص من البدانه، واستمر فيما انت مصمم عليه. قبل ما نختمو غادي نمشيو عند برج الحوت اللي مهنيا تقدر تصطدم بخبر يخص زميل كان معاك وغادي يكون مرتبط او كان كقرار رحيل من دون سبب. عاطفيا كتعيش ظروف جميله وداعمه من الشريك مع معظم من تختلط بهم في حياتك اليوميه. صحيا كتبدو في حاله من السعاده الدائمه والنشاط غير المعهود منك، سبب الرياضه اليوميه والانتباه الى نوعيه طعامك. الان غادي نختموا مع برج الدلو المهني، تقدر تمر بتجربه غادي تعرض فيها الحرج او تارجح بين الايجابيه والسلبيه، الا انك ما كتلبتش وما كتشعرش بتحسن الاحوال. عاطفيا كيظهر لك ان اختيارك تجاه الشريك كان صائب، وثقتك به مستحقه وجديه. صحيا عليك ان تهتم اكثر بنوعيه طعامك، لان الوزن الزائد غادي يضرك كثير وغادي يسبب لك المتاعب. الى هنا كنتهي ابراجنا لهذا اليوم، غادي نودعكم حتى نتلاقاو مع ابراج غدا، تبقوا على خير.